لأن العرق سوس شراب دمشق الأساسي في رمضان، ولأنه أول ما يوضع على مائدة الإفطار يسارع الناس وقبل الإفطار بساعات إلى محل التخترنجي ملك العرق سوس، فشرابه لا قبله ولا بعده شراب. نحن منطقة باب الجابي، منطقة حي شعبي قديم أسري. نحن ننتبه هذا الحي باب الجابي لباب السريجي، نفس الحي بذاته، يعني أحياء شعبية قديمة تراثية كمان، يعني مثلين الأيام، يعني بيحكوا بأمره. وشراب العرق سوس اللي عنا يعني تراث، وين ما كان بيئة شعبية قديمة تراثية، يعني ما في بيت بالشام إلا ما يحط إبريق عرق سوس جنب بيته، جنب الفطور تبعه. وفي دكان عتيقة عمرها 60 سنة يجتمع الأب وأولاده، فمن محادثة للمشترين الواقفين على الدكان، ومن معبئ للسوس ومحاسب لزبائن يأتون من أماكن بعيدة خصيصا لشراء العرق سوس في رمضان. من 1965 أنا كنت آخر مرحلة دراسي هون بالشام. أنا أجي من يبرود أخذ من عنده أروح لعند تبع الزوايد هون أكل عنده، وسوس محترم ونظيف، وبشرب أنا ما بيأذيني نهائيا. محبة إبراهيم للسوس انتقلت بالوراثة من أبيه، فالولد مرافق والده في تعبئة السوس بأكياس من الصدور الباردة، صار معلم الدكان. أنا وأبي، أبي أديب المصلحة أبي، بس أنا كنت أشتغل معه يعني. إيه هلا أنا عمري 50 سنة. الله يوفقك. أبي عمره 82 سنة، لأنه من صغري بيشتغل معه، يعني بقول عني تراثي. وببشاشة وجهه لمن يعرف ولا يعرف، يستقبل إبراهيم الصائم المتعطش للحصول على أكياس شفافة يسكنها العرق سوس بطعمه المر الحلو. يحل السوس أمام عينيك لتتأكد نظافته ولترى مراحله من لونه الذهبي إلى لونه الأسود برغوته الذهبية. نحن نجي بعد الفطور، نجي بنخمر ومنجهز، يعني التخمير هون عبده شي وقت، يعني نخمره كل شيء له عيار، يعني العرق سوس نخمره بعد ما نريحه شي ساعة، بعدين نجيب شاشية نظيفة نظيف مغسوله تمام، يعني هي يقول عنا شيء ماشي، يعني هو تبع اكياس هذول، بس بنغسل لهم مي سخنه نظيفه تمام حتى يطلع فيهم كيس ريحه، يعني نظيف، يعني لانه العرق سوس بينتزع دغري مثل حكايه الحليب، يعني لذلك بنحطه هون نساي مثل حكايه اللي هيك بيقولوا عنا اللي اجى عنا الشام، يعني نقول عنه مثل حكايه اللي اجى بالصره، يعني لذلك بنحطه هيك نخمره، بعدين بنفتح عليه مي مثل حكايه جوا، نحطه نفتح المي عليه شوي 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 شوي، اول ما بينزل خمير، بينزل ثقيل، ما بينفع هو مشان المعده مشان القلب، ما بينفع يكون عندي على مو اللي اول ما وجبه الى الثانيه ثالث وجبه رابع وجبه، يعني يكون يعني اختمر على بعضه. اي نعم، متى ما اختمر على بعضه لذلك بقى عليه، متى ما خلص بالاخير بحط له تعطيل. صحيح ان رمضان موسم للعرق سوس، لكن هناك طوارئ لهذا الشراب في ايام الشتاء حتى. نحن الصيف شتاء بنضل بنشرب العرق سوس، صيف شتاء ربيع خريف يعني عادي، لانه في ناس بيقولوا انه كان في ناس عندهم سوان محمي، شو بيقول لي بعز الشتاء بيجي بيقول لي لك دخيل عيونك، لك والله مرتي عم تتوحم مشان الله، لك شكات عرق سوس، لك انا اللي عندي عرق سوس، انا قاعد ليش اشتغل، يعني بيجيني هلا بيجي بكون نازل مطر بعز الثلج بعز مطر، يجي واحد مرتب قلت له روح جيب لي كاسه عرق سوس، قال لك يا مره منين بدي اجيب لي؟ لك قلت له روح لو ما بتعرف شو الله بيكرمنا، احسن ما تعود على شغله بطيخه قونه وشي شغله كذا، بيجيب لك كاسه عرق سوس، بيقول لي لك والله قد انك انت نزلتني شغله، يعني عقصني يعني. احيانا نسمع عن مضار الشراب الاسود ونخشاه، لكن ابراهيم يطمئن زبائنه بقوله العرق سوس بيركز المعده تمام، مليل للماده، منيح لكل شيء، يعني الحمد لله، يعني نفعه اكثر من ضرره، نفعه تبعه اكثر من ضرره، منيح يعني للكلابي للمساني لكل شيء، يعني قال في بعرق بني ادم، دكتور بروفيسور بشيل ما عندي من وين، قال لي يا عمو في عرق بني ادم بيتطلب انه يشرب عرق سوس، عندك خبر بالموضوع؟ قلت له والله مالي دارس، انا دارس السادس، يعني
بيقول مثل قديم انه في انه في عندكم عرقسوس عنده بالبلادكم هون بلاد الشام وتمرضوا، يعني شلون تمرضوا؟ غريب يعني هذا معه ضغط، هذا معه شيء سكر، هذا كذا، هذا العرقسوس منشط الجسم بعدين بيرتاح البني ادم بالجسم، يعني مريح يريح اعصابه العرقسوس اللي بيعرفه يعني لسه بيكون لسه ما بيعرفوا بيعرف يشربوا، واللي ما بيعرفوا صعب بيشرب منه قرفي بيقول لي يا لطيف مر كذا ولا لك لا هذا شراب العرقسوس ما بيحط له سكر مثل التمر هندي، التمر هندي والليمون حي الله شغله شراب بدي احط له كان جلاب احط له سكر ولا سكر ما بيشرب، خاص التمر هندي العرقسوس عفوا عم جيب سيره التمر هندي، خاص العرقسوس شرابه من رب العالمين يعني حلاوته من رب العالمين ما بيحط له سكر ابدا، ومنعبيهم بقى بالعيار هيك منعبيهم بالكياس. هكذا هي التركان قبل ساعات الافطار، اما قبل دقائقه فلا مجال لمحادثه ابراهيم او رؤيته ولا مكان لتدوس قدم، فمن كان محظورا يحصل على العرقسوس مسرعا الى بيته قبل اذان المغرب.